السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إيناس. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم طريقتي في غسل الكرشة ولا الدوار ديال الحولي بواحد الطريقة اللي سهلة، اللي غير بيد وحدة، يعني بلا ما تحتاجوا العوين تقدروا أنكم تغسلوها. طريقة جد سريعة البنات، و يعني دغيا دغيا هانتوما غتشوفوا معايا. كما كتشوفوا هنا الكرشه كناخذها، يعني الفم ديالها شده بصبعي، وهذاك البلاصه يعني الفم هو اللي غادي ندخلو في الروبيني، والبلاصه اللي وريتكم الثانيه غندير فيها ثقب. هانتوما كيشتو باش اي حاجه داك الماء كله اللي كيهبط كيخرج من داك الثقب، وكندير واحد السطل ولا بانيو باش هبط منه هذاك الشيء كامل يتفرغ في داك السطل. ها نتوما البنات غتبقاو تتخويو في الماء، وانتوما كدوروا بيديكم، يعني كتعاونوا انكم كتنخضوها ولا كتديوها وتجيبوها باش هذاك الشيء شويه يتحرك معاك، يكون شويه متكتل وشويه قاسح. حنا غنجريوه بالماء وغيبدا يهبط من داك الثقب. الثقب ديروا على حسابكم نتوما واش بيتو كبير ولا صغير. كما كتشوفوني هنايا كنعصر وكنحاول انني نخضها شويه، يعني من كاع الجهات. ها نتوما تشوفوها البنات، الطريقه اللي ساهله الصراحه، يد وحده كتشدي بها الروبيني وكتخشي فيها ديك الثقبه، واليد الاخرى هي اللي كتبقاي تحركي بها وكتخويه. ملي كيعمر لك السطل كتعاودي تحيدي تخويه باش هذاك السطل الا عمر لك بالماء وداك الشيء، زعما هذاك السطل ملي كيعمر كيبدا يوسخ لينا هذا الغشاء الخرجاني، وهو اللي ما خصوش اصلا يتوسخ البنات. يعني ردوا بالكم من هذه القضيه قبل ما يعمر لكم وصل النيفو ديال الكرشه تاعكم، ضروري انكم تخويو. المهم كنعطيكم هاد النقط هادو، خفتكم زعما لا تنساوهم، وهما مهمين، يعني غضربوا كل شيء في الزيرو ولا مشات توسخات لكم الكرشه من هنايا. هكا البنات كنبقاو ناخذوها كما كتشوفوا، كنعاونوها وكنخويو كل شيء من داك الثقب، احسن من اننا كنخويوها من الفم، يعني كنعمرو ونخويو كتصدق تخسر لينا. هاد الطريقه زوينه بزاف البنات وسهله، وكتخدموا غير بوحدكم، يعني ما كتحتاجوش يكون معكم شي واحد اخر. هانتوما البنات يعني كتبقاو تخويو الماء وتخويو، زعما تتعمروها وتخويو حتى كيبان لكم داك الماء صافي ولا كيخرج صافي. هو ماشي صافي صافي، ولكن كيبان لكم ان داك الفضلات وداك الشيء ما بقاوش كتار، يعني ملي غنجيو نقلبوها ما غنخافوش انها تسخ لينا. المهم هادو هما النقط اللي بغيت ناكد عليهم البنات. هنايا البنات كما كتشوفوا بقيت خدامه كنخوي في الماء حتى هانتوما الماء كيبان لي انه صافي، وهذاك الثقب ولا ملي طليت عليه ما بقيتش لقيت هذاك العويدات ولا ديك سميتو الفضلات. صافي غادي نحطها دابا، ومن بعد غادي نبدا نقيها من برا مزيان كما غتشوفوا، نحيد كاع داكشي اللي خاصو يتحيد وتنقى مزيان باش نقلبها. هذه خطوه مهمه البنات. ها نتوما شوفوا واخا راه باقي كيهبط منها هذاك الماء صفر، ها نتوما غتشوفوا في الاخر النتيجه كي دايره. المهم البنات شفتوا هنايا حيت كاع داك الشحمه ولا داك الشيء اللي كيكون محيط بها من برا، ومن بعد ها نتوما غادي نقلبها على هاد الطريقه. غادي نزيد نحل مازال هذاك الفم، هادي الثقب اللي درت غير شويه نحلو باش نقلبها على هاد الشكل بشويه بشويه، حيت راه باقي ما متاكدينش انها تنقات 100%، يعني ضروري ناخذ الحذر ديالنا باش ما يتوسخش لينا الداخل، هذا هو الاهم. حيت الا توسخ لك الداخل بحال ما درتي حتى حاجه. ها نتوما البنات ونزيدو عاوتاني مازال غادي نغسلوها من هنايا البنات كما كتشوفوا مزيان مزيان. هاد الطريقه بالنسبه للناس اللي ما كيديروهاش في المطيب، يعني البنات لكم الاختيار، قلتها لكم في الفيديو اللي قبل من هذا. كل واحد والعادة تاعو والتقاليد، كل واحد والطريقة باش كيخدم. كاين اللي كيسلقها، كاين اللي ما كيسلقهاش، كاين اللي كيديرها في الماء طايب وكيكرطها، وكاين اللي ما كيديرهاش في الماء طايب
وكيخليها يعني كيغسلها بحال هكا، وكيدير يديرها في الخل في الماء والخل ويخليها واحد شوية، ومن بعد كيخدم بها بحالي انا. هذه طريقتي، وراه كل واحد والطريقه تاعو. البنات بلاش من دوك الكومونتيرات كيما قلت لكم قبل، راه كنشوف البنات يعني كيجعزوهم دوك الكومونتيرات تاع لا حقه الاوساخ حقه هذا، كل واحد وداك الشيء اللي في دماغه. المهم علينا البنات، من بعد شديتها نفختها، عفوا ماشي نفختها، نفختها بالماء يعني عمرتها بالماء، وهذوك الثقب يعني سديته مزيان، واخا راه ما تحكمتش فيه ولكن راه حاولت انني نسدو مزيان، حاولت انني البنات نعمرها بالماء باش يعني حتى دوك الدخالي ودوك اي حاجه تكون نعاود نتنقيها مزيان، يعني اي بلاصه فيها شي دخله شي حاجه تحل هذيك الكرشه مزيان، ونعاود نغسلها بهذه الطريقه البنات. ملي كتعمر بالماء يعني كتسهل علينا اننا نغسلوها بحال هكذا البنات. المهم كنعاودوها من مره ما جوج، وصافي هي واجده البنات. كنخويو الماء، كنغسلوها مزيان مزيان، وكنعاودو نرقدوها في الماء في الماء والخل، كنخليوها حتى وكنعاودو نشلوها وكنستعملوها البنات. صافا البنات هاي الكرشة ديالي، من بعد دابا غادي نحطها، غندير ليها الخل وشويه ديال الملحه ونخليها واحد شويه، ومن بعد نعاود نغسلها. شوفوا البنات كي كتبان نقيه بزاف، ومع ذلك ضروري من الخل ونسقطرها واحد شويه ونغسلها مزيان. ها نتوما البنات كي كتبان ليكم يعني راه فركتها وغسلتها مزيان، كما قلت لكم غادي ندير ليها شويه ديال الخل ونخليها حتى واحد شويه، ومن بعد نعاود نشللها عاد نستعملها في التقليه اللي غندير ان شاء الله للغدا. ها نتوما البنات شوفوا من الداخل ديالها كي كتكون نقيه، يعني ما تقاستش لينا. هاد الطريقه الا عجبتكم ديروها البنات، راه زوينه بزاف. هنا بعد ما رقدتها وغسلتها مزيان البنات، هنا نبدا نصيبها. انا كنستعمل المقص حيت يدي بوحدي يعني ما كاينش اللي يشد معايا، ضروري نستعمل المقص باش نخدمها بهاد الطريقه ونقطعها في الطريفات اللي بغيت هنايا. هنايا البنات ها هي بعد ما درت المراره، شويه الشحمه، طريفه تاع القلب، طريفه ديال الكلوه، وايضا هذه الدواره، ايضا طريفه ديال الحيمات والشحمه. مهم هاد التخليطه كلها غندير بها تقليه، وعاوتاني النصف الاخر غندير به الكرداس اللي شتو قديت زعما هذاك الكرشه قطعتها طريفات. هنايا ايضا البنات غنوريكم كي تقلبوا المصران بواحد الطريقه اللي ساهله سريعه البنات. كناخذوا المصران على هذا الشكل وكنديروا القطيب بحال هكا، كندخلوه في الطرف ديالو، ومن بعد كنبداو نجروا 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 البنات، يعني هذا الحساب اللي بغينا، يعني كتبقى تجر تجر تجر، من بعد كتقطع هذاك المصران من فوق الراس وكتجر هذاك الدخلاني. هذه الطريقه باش كيتقلب، واحد الطريقه اللي سريعه البنات. هنايا راه غير واحد العقده تعقدات ليا، ونحلها ونكمل البنات. كما شفتوا غادي نقطعها بالمقص ونكمل. بالنسبه لي انا الصراحه ما كنضفروش، ما كنستعملوش بزاف هاد المصران. كناخذ منه كي شفتو خديت منه واحد شويه، هاد الشويه هو اللي غادي نديرو، غادي نقلبو ونغسلو مزيان وندير ليه حتى هو الخل، ومن بعد غادي هو اللي غادي نلوي به هذوك الكرداسات ديالي. صافي صراحه ما كنضفروش، داكشي علاش ما غتشوفوني هنا ما ضفرتوش ليكم وما وريتكمش كيفيه الضفره، حيت انا ما كنستعملوش هكاك ضفيره. كما قلت لكم غير كنعقد به هذوك الكرداسات ديالنا. صافي
فهو البنات هذه الطريقة، وكان جروا وكان حيدوا هذاك العود أو لا هذاك القطيب ديال الشوى، كان جروه مزيان صافي، وكان غسلوه مزيان البنات. ضروري من تقلب كتلقاو ان مني كتقلبوا البنات عرفتي كيخرج منه يعني كيتغسل مزيان، واخا كان نديرو كي اللي كيدير ليه الماء، يعني كدير ليه الماء وتبقاي تنفخيه بالماء وتغسليه مزيان مزيان مزيان، ولكن ملي كديري هاد المرحله كامله وكتعاودي تقلبيه عاد كتلقاي داك الشيء اللي يخرج منه البنات، يعني ضروري بالقليب. ها هو البنات غادي نغسلو هكا يعني بشويه بشويه طريف بطريف، ومن بعد غادي نحطو في بانيو ندير ليه الخل ونخليه عاد نسقطرو ونعاود نشلو ونسقطرو ونضيفو على هذاك الخليط ديال الكرداس اللي راه ديجا درت معكم العام الفايت البنات، درت معكم الكرداس وايضا درت معكم طريقه ديال الجديد والقطبان، داكشي علاش قلت بلاش هاد العام ما نعاودهم، انا فقط الكرداس لي غير حيت لقيت راسي بحال هكا خدامه كنصور صورته، داكشي علاش. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش البنات ديروا لي ابوني وبارطاجيو لا فيديو. بسلام عليكم.